FM. الكلمة ليك. مش بالعالم. تنبيه هام هالنشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية. جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بعددها ثلة من الإدار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة أدعى بلا غير وكل تشابه بينها وبين الواقع فرابي مش بالعنيه. وضربت البداية بالأخبار الرياضية، حيث أغلق فريق الترجي الرياضي تونسي الميركاتو الصيفي بانضمام اللاعب الدولي الباجي قائد السبسي، حيث تسلم هذا الأخير قميصه الجديد والذي يحمل رقم 19-19-20-19 البارحة بالقصر الرئاسي. ويعد الباجي قائد السبسي أكبر لاعب كرة قدم في العالم، يبلغ من العمر 90 سنة، لعب في أعرق الفرق والأندية العالمية على غرار فريق باريس سان جيرمان، لعب كقلب ووسط ومهاجم صريح على الرواق الأيمن والأيسر وحارس مرمى عفوا وحكم مباراة ومساعد حكم مباراة في نفس المباراة. على اثر صدور ألبومها الجديد نسمة الكافية، توجهت النائبة يمينة الزغلامي خلال حوارها مع مراسلنا شرف العطروس بالشكر والامتنان لشركة الغنوشي كاسات والتي يعود لها الفضل في نجاح أغانيها. هذا وعدت يمينة جمهورها الفني الواسع بديو جديد مع المطرب عبد الفتاح مورو في أغنية دزيتي لهاني جيتك مع الشاب العريض في ديو تحت عنوان حمامة زرقة طارت. ختاما أضافت يمينة أنها رفضت الغناء على ركح مهرجان قرطاج الدولي نظرا لالتزاماتها الفنية كتأمين حفلة الحنة فوق السطح. نهاية الموجز مع شكر لأشرف العطروس في الأعداد وصابر في التصوير. الكلمة ليك.